بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس جمهورية إيران الإسلامية. أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، سائلا سموه الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم فخامته والشعب الإيراني وأبناء الراحل وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.